مرحبا بكم في هذا الشرح حول زيرو تير. فزيرو تير هو بمثابة فيرتوال سويتش يقوم بربط الحواسيب والأجهزة إلى نفس السويتش الافتراضي، يعني رغم أن الأجهزة قد تتواجد في أماكن بعيدة على الإنترنت على الوان، فالزيرو تير يقوم بضمها إلى نفس الشبكة الافتراضية، وهي عبارة عن سويتش افتراضي له أدرس هاردوير ونظام سويتشين افتراضي. ندخل على الموقع الرسمي لزيرو تير. فهو Global Area Network، يعني يقوم بضم الأجهزة والحواسيب إلى نفس Network Area مع التشفير، فهو بمثابة VPN مدموج مع SDN Software Defined Network. للتنصيب تقومون فقط بداونلود هناك نسخة في الماك فري بي اس دي لينكس ويندوز وابل اي او اس. في هذا الشرح سنقوم باستخدام ثلاثة حواسيب، الاول فهو الحاسوب المحمول اللابتوب، الثاني فهو الحاسوب المدمج اورانج باي، والثالث فهو خادم على جوجل كلاود. هنا تبحثون عن سورس كود، تدخلون للجيت هاب ونقوم بجيت كلون لهذا الريبوزيتوري، جيت كلون لهذا الريبوزيتوري داخل هذا المجلد، ومن ثم ميك انستال. حيث لا تتواجد نسخة خاصة بالاي ار ام 64 تقومون بالكومبايل من السورس كود. على لينكس فالأمر سهل جدا، نقوم فقط بنسخ هذا السطر، يقوم بالتحميل من موقع زيرو تير والتنصيب. بعد ذلك تصبح الأمور أكثر إطارة. وبعد تنصيب زيرو تير فهو يحتوي على ثلاثة تعليمات، فالأولى فهي زيرو تير سيلاي، والتعليمة الثانية فهي زيرو تير 1 وهي الخادم، والتعليمة الثالثة فهي زيرو تير اي دي تول، ولها علاقة بالاي دي جينيريشن للاي دي. فزيرو تير لابد ان يشتغل باستخدام كنترولر، والكنترولر هو عبارة عن تطبيق على الانترنت. myzerotier.com هو كنترولر مجاني، نستطيع إضافة الأجهزة عليه، وهو يدعم إلى حدود 100 ديفايس بطريقة مجانية، وما فوق 100 فيجب التأدية عليه. والطريقة التي اخترت لكم في هذا الدرس هي استخدام خادم على جوجل كلاود، ونضيف زيرو تير دوكر كنترولر، نضيف الكنترولر على دوكر. لا ليس هذا، عفوا زد ان قومنا بجيت كلون لهذا الريبوزيتوري على خادم جوجل كلاود بهذه الطريقة، فهو يحتوي على ملف دوكر مبني على نسخة سانتوس، يقوم بالإكسبوز لبور 8000 و 34 43، وهي واجهة الويب. ومن ثم هناك العديد من التعليمات على هذا الملف، حيث يقوم بالداونلود والكومبايل لجميع الديبندنسي لكي يشتغل هذا التطبيق. أنتم ما عليكم سوى القيام بجيت بيلد بهذه الطريقة، دوكر ران تقوم ببول وران لهذا الدوكر،
مع وضع هذا الادرس my address وهي البابليك اي بي الخاصة بالخادم، وفي النهاية نحصل على كنترولر زيرو تير للفيرتوال سمارت سويتش الخاص بنا. ندخل على لوجين، بهذه الطريقة لا توجد أي شبكات بعد، نضيف شبكة سنسميها زيرو تير توتوريال أرابيك، فهذا هو نتورك اي دي المعرف لهذه الشبكة على الزيرو تير. نقوم بكوبي والدخول للحواسيب التي نريد إضافتها، ونكتب زيرو تير CLI وجوين كما تلاحظون هنا جوين نتورك جوين اي دي نتورك. Authorized. نتأكد فقط من أن هذا الخادم الوان فهو مشتغل. اوكي، نفس الشيء بالنسبة للآخر، نضيفه على الشبكة باستخدام تعليمات زيرو تير CLI join، ومن ثم نعطيه الادرس اي بي الافتراضي بهذه الطريقة. ريفريش مرة اخرى، كما تلاحظون تمت إضافة اللابتوب. أوكي، نضغط على Easy Setup. نأخذ مثلا أدرس اي بي عشوائي، فهو 10.10.234 ابتداء من 1 بهذه الطريقة. اوكي، ندخل مرة اخرى على النتورك، هنا الاسم فقط، نتفقد ممبرز، فاللابتوب هو 202 والأورانج باي هو 158. الآن سنقوم فقط ببينج لللابتوب من الأورانج باي. كما تلاحظون فهو يشتغل، واللاتنس فهي قليلة جدا لأن سويتش فهو يشتغل على اللان مباشرة، يأخذ فقط تعليمات عن الراوتين من الكنترولر، وبما أن الحاسوبين متواجدان على نفس اللان فسمارت سويتش لا يرسل معلومات حتى الكنترولر، لهذا فاللاتنس فهي جد منخفضة. الآن من اللابتوب نقوم ببينج للأورانج باي، فهو يشتغل. ولكي أبرهن لكم على أنه يشتغل، سندخل باستخدام الـ SSH على الأورانج باي.
عند كتابة تعليمات الاف كونفيغ هذه هي بمثابة انترفاس انكابسولاسيون الخاصة ب بنظام زيرو تيار. نفس الشيء على اورانج باي. عفوا انا اتواجد على فهذه هي الانترفاس على اللابتوب. الان اصبح اللابتوب والاورانج باي على نفس السويتش الافتراضي. وفي الحقيقة قد يكونان في شبكتين بعيدتين عن بعضهما على شبكة وان مثلا، ونستطيع جمع الحواسيب على نفس السويتش الافتراضي بهذه الطريقة. على الخادم الخاص بكم تستطيعون إضافة عدد لا محدود من الشبكات. مرة أخرى تضغطون على ايزي سيت اب مثلا 172.16.12.0 بهذه الطريقة. ومن ثم تضيفون الممبرز على هذه الشبكة الافتراضية. زيرو تير اندرويد. نفس الشيء على تطبيقات الاندرويد. تضيفون تعريف النتورك ومن ثم سيظهر الهاتف على هذه الشبكة. وبهذه الطريقة يستطيع الهاتف الدخول مثلا على أورانج باي يستطيع الهاتف الأندرويد الدخول على حاسوب الأورانج باي وتصفح تطبيق يشتغل على الأورانج باي. والتطبيق فهو محلي ولا يظهر على شبكة الانترنت، فقط على شبكة زيرو تير وهي شبكة افتراضية مشفرة تجمع بين تكنولوجيات الفي بي ان والاس دي ان. يمكن ايضا الولوج الى الهاتف من خارج الشبكة فهو يشتغل في المنحيين. صراحة أنا أعجبني هاد التكنولوجيا زيرو تير، فهي سويتش افتراضي يحل العديد من المشاكل الخاصة بالشبكات والفايرويل والنات. فمثلا شبكة لاديسيل فهي مبنية على تكنولوجيا النات، والأدرس اي بي بابليك فهي تتغير باستمرار، والأشخاص يجدون صعوبة في الولوج إلى حاسوب وراء النات. بهذه الطريقة نجمع جميع الحواسيب على شبكة افتراضية ونستخدم الأدرس اي بي فيرتويل للدخول مباشرة، وتصبح هذه الأجهزة كأنها تشتغل على نفس اللان. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس الخاص بي إعداد وتنصيب زيرو تير بين حاسوب لينكس وحاسوب مدمج أورانج باي، وشكرا.